نتواجد الآن وسط شارع جمال في مدينة تعز، حيث يحتشد أبناء مدينة تعز من أجل إيقاد شعلة ثورة 11 من فبراير، هذه الثورة التي وكما يقولون أنها فتحت آفاقا واسعة للحرية والعيش الكريم. أيضا هم يتحدثون هنا على أن هذه الثورة مثلت فضح لنظام الرئيس المخلوع وعملت على كشف أدواته القبيحة التي أراد من خلالها تدمير اليمن. أجواء احتفائية تعيشها مدينة تعز هذا اليوم باحتفاء بهذه المناسبة العظيمة في ذكرى انطلاقتها السادسة. تلاحظون الآن شباب الثورة وهم يقومون بإيقاد شعلة الثورة تعبيرا عن حبهم وسعادتهم وابتهاجهم بهذه الثورة العظيمة التي مثلت لهم انطلاقا جديدا نحو فضاء الحرية والعيش الكريم. إذن يشارك في إيقاد الشعلة ناطق الجيش الوطني العقيد منصور الحساني تعبيرا عن توحد أبناء الشعب ودعمهم لقوات الجيش الوطني في العمليات العسكرية التي تقوم بها اليوم. وما تعيشه المدينة من حرب في مدينة تعز ما هو إلا امتداد لثورة فبراير التي يؤكدون أنهم عازمون على المضي حتى تحقيق كامل أهدافها. إذن تلاحظون الآن هذه شعلة الثورة وهي قد أوقدت من قبل أبناء مدينة تعز، شباب الثورة وجيش وطني وجميع المكونات السياسية والأحزاب السياسية تعبيرا عن سعادتهم بهذه المناسبة العظيمة التي فتحت لهم آفاق واسعة نحو الحرية والعيش الكريم كما أسلفنا في الحديث سابقا. أيضا هذه الثورة التي يعيشها أبناء مدينة تعز اليوم ما هي إلا استكمال لثورة فبراير وامتداد لتاريخ النضال الطويل التي تسطره مدينة تعز، ويؤكدون أيضا أنهم عازمون على تحقيق كامل أهداف الثورة وإن تبدلت الأدوات واختلفت الأساليب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.